ركن كبرى في الولايات المتحدة التخلي عن الرئيس دونالد ترامب قبل أيام من انتهاء ولايته على خلفية اتهامات له بالتحريض على هجوم الكابيتال. إذن بعد مصرفي دوتشي وسيجنتشر، مصرف ثالث يقرر قطع علاقاته بمنظمة الرئيس الأمريكي دونالد ترامب. بروفيشنال بانك في فلوريدا، والذي قدم لترامب في وقت سابق قرضا عقاريا بقيمة 11 مليون دولار، قال أنه لا يقوم بأي أعمال في المستقبل معه أو مع منظمته بحسب ما أوردته وكالة بلومبرغ. وفي وقت سابق ذكرت بلومبرغ أن مصرف دوتشي لا يقوم بأي أعمال مستقبلية مع ترامب. كما أعلن بنك سيجنتشر أنه سيغلق حسابات ترامب الشخصية التي يبلغ حجمها حوالي 5.3 مليون دولار. لا تقف أزمات الرئيس الأمريكي دونالد ترامب أمام خسارته الانتخابات الرئاسية وما تلاها من أحداث أضرت بمسيرته السياسية، بل الأمر يمتد إلى استثماراته وممتلكاته حتى بعد مغادرته للبيت الأبيض. بحسب شبكة CNN، قائمة متزايدة من البنوك والشركات قطعت العلاقات مع ترامب أو لا تريد العمل معه مرة أخرى بعد أن حرض بعض أنصاره على التظاهر أمام مبنى الكابيتول، والذي أفضى إلى أحداث عنف كبيرة. على سبيل المثال، بدأ بنك سيجنتشر في إغلاق حسابات ترامب الشخصية ودعاه إلى الاستقالة، مؤكدا أنه لن يقوم بأعمال تجارية في المستقبل مع أي من أعضاء الكونغرس الذين صوتوا لتجاهل نتيجة الانتخابات. عقارات ترامب قد تتضرر أيضا بشدة، على رأسها فندق ترامب في واشنطن العاصمة، بالرغم من أن الشركات والحكومات الأجنبية التي أرادت أن تميل لصالح إدارة ترامب قامت بحجز غرف أو عقد فعاليات في الفندق. كما أن أحداث العنف في مبنى الكابيتول قد تمنح الشركات التي لديها عقود مع ترامب طريقة لفك الارتباط معه بسبب مخاوف من ربط علامتها التجارية مع ترامب، وضع قد يزيد من صعوبة الرئيس الأمريكي القيام بأعمال تجارية بعد تركه منصبه. ورغم ذلك، قد يجد ترامب أفاقا جديدة للاستثمار مستغلا عشرات الملايين من المتحمسين له. التكهنات تقول إنه سيبدأ شركته الإعلامية الخاصة عند مغادرته للمنصب، والتي توقعت شبكة CNN أن تجلب له أكثر من نصف مليار دولار عائدات من المشتركين سنويا. وينضم إلينا من واشنطن عبر زوم الدكتور محمد ربيع، الأكاديمي والخبير الاقتصادي. أهلا بك دكتور. دكتور، بداية، ماذا تعني هذه الخطوة؟ يعني خطوات البنوك هي محاولة لمحاصرة ترامب ومنعه من أنه يتصرف كما كان يتصرف السابق، وأنا أعتقد أن هذه المحاولات ستنجح إلى حد كبير. لكن اللي أشار إليه المراسل في آخر نقطة، وهو أنه ممكن يعمل شركة إعلامية لوحده، هذه ممكن تكون هي المنفذ اللي يخرج منها، لأنه حقيقة هم ما بيقدروا يوقفوا الناس اللي عايزين تشاهد اللي بيقوله ترامب في القناة تبعته، فبالتالي في عنده مخرج آخر. لكن أنا بعتقد أن البنوك ممكن أنه تحاصره قبل ما ينجح في هذا العام، أنه هي تطالبه في الفلوس اللي هو مقترضها منها، والواقع توصله إلى درجة الإفلاس. يعني هذا في احتمال، لأنه هو معظم الفلوس اللي عنده فيها هي معظمها قروض مختلف، استطاع أن يحصل عليها بسبب أنه عنده مهارة في الحديث وفي طرح أفكاره وفي تقديم البرامج اللي، وبعدين كلهم عايزين الحقيقة يعطوا قروض عشان يعملوا فلوس. لكن اللي حدث أنه الخوف كله أنه هذا ردة الفعل، أو لردة الفعل لما فعله ترامب بالنسبة لما حصل يوم 6 شهر، خوفت كل البنوك، كل المؤسسات المالية وكل الشركات الكبيرة، لأنه إذا هذا الأمور توسعت معناته الاقتصاد كله راح يتراجع وكل مصالحهم الاقتصادية راح تتضرر، وأنه هو كل النجاح الاقتصادي يقوم على الاستقرار السياسي. إذا ما في استقرار سياسي صعب أنه يصير في نجاح اقتصادي. طب دكتور، يعني هي طبعا البنوك ممكن تطالبه بالفلوس كما ذكرت، ولكن قانونيا هل يحق لها ذلك؟ يعني مش هو تخلف عن الدفع، ولكن هي بدها مبالغ القروض اللي اخذها ترامب، هل يحق لها قانونيا هذا الامر؟ وماذا يحصل في حال لم يدفع؟ هو ما بحق لهاش انها تطالبه قبل الموعد،
بس هو إذا الآن سكروا عليه الأبواب، يعني فيش ناس ثانيين يعطوا له فلوس عشان يدفع للأوليين، بصير ما عنده فلوس إنه يدفع، فبالتالي بحاصروه، لأنه مش ممكن إنه مش كل القروض في يوم واحد أخذها، أخذها على فترات من بنوك مختلفة، وبالتالي لازم يسدد. يعني اللي بيحصل في أمريكا شو اللي كان يحصل حتى يمشوا الاقتصاد، إنه يعطوا الناس قروض عشان يدفعوا فوائد القروض السابقة، وبالتالي يقول لك إنه ما في شيء. ليش صارت هي كل أزمة العقار اللي صارت سنة 2007 آخر 2007 تسببت في الأزمة الاقتصادية تبع 2008 والأزمة المالية؟ إنه كانوا يعطوا الناس قروض حتى يدفعوا فوائد القروض أو أقساط القروض السابقة، وبالتالي يعتبروا إنه هو ما يعني ما تخلف عن الدفع حتى يأخذوا بيته، لأنه ما كانوا عايزين يأخذوا البيوت، كانوا عايزين يأخذوا فلوس، وبالتالي استطاعوا أن يخلقوا كل هذه الأزمة اللي تراكمت. الأزمة لما بدأت بعض البنوك تطالب الناس ما عندها فلوس، صارت الأزمة. وهذا اللي بيحصل، إن هو معظم الفلوس اللي أخذها هي من بنوك مختلفة، والسداد تبعها ما راح يكون في نفس اليوم، وبالتالي ممكن إذا حرموه إنه يصير عنده أزمة اقتصادية. يعني ممكن ممكن أن ينهار ترامب اقتصاديا، ولا أزمة عابرة؟ أعتقد الأزمة العابرة يعني راح تكون في أزمة، قديش راح تستمر وقديش راح يكون عمقها الحقيقة ما حدا بيعرف، لأنه ممكن إنه أنصار كلهم يتبرعوا له بفلوس. يعني لو قال لكل واحد مثلا ادفع $100 عنده 74 مليون صوتوا له، خلص 75 مليون، فهذا مبالغ هائلة إنه ممكن هو يجمعها بسهولة، وأنا بعتقد إنه معظمهم راح يدفعوا. فالمشكلة طب دكتور، هل ممكن أن نشهد بنوك أخرى تقوم بخطوات مماثلة كالبنوك الثلاثة اللي وقفت الدعم أو إقراض ترامب؟ يعني ممكن نشهد هذا الشيء، ولكن وأيضا أنت تحدثت أنه ممكن هذا الموضوع يؤدي لانهيار اقتصادي بأمريكا، هل ممكن يتم منعهم من هالخطوة كرمال ما يوصل الأمر لانهيار اقتصادي؟ لا، هو يعني انهياره لا يؤثر على انهيار الاقتصاد الأمريكي، إنه الأمريكي إذا هو انهار بنهار الاقتصاد الأمريكي. هو شخص واحد، واللي عنده يعني لو كان حتى كل اللي هو بيقول إنه عنده فلوس، هو ما عنده كثير بالنسبة للبليونيرات الناس التانين، البليونيرز يعني اللي عندهم المليار، بنقول بلياردات بالعربي، اللي عندهم فلوس كثير. يعني مثلا هو لا يساوي شيء جنب مثلا بيسوس اللي هو بيملك أمازون، لا يساوي شيء جنبه، ولا بيل جيتس، يعني ما عنده عشر اللي عند بيل جيتس، وبيل جيتس ما عنده أكثر يمكن نص اللي عند بيسوس اليوم فلوس. يعني كل يوم الفلوس بتزيد على فكرة، يعني مثلا أبل وصل قيمتها السوقية أكثر من 2 بليون دولار. فكل هذا الدكتور ما بنعرف. يعني على أمل الأيام القليلة المقبلة راح تخلينا نعرف الجواب. الدكتور محمد ربيع الأكاديمي والخبير الاقتصادي، شكرا جزيلا لك.